بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 35. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما المراد بالآية الكريمة وما المقصود منها؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وما المناسبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية سبب نزولها الله أعلم أن جماعة من المشركين من أكابر أهل مكة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلي المجلس لهم من فقراء الصحابة كابن أم مكتوم وغيره، قالوا: ما نجلس معك إلا إذا غاب عنا هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على هداية الناس وإرادة الخير لهم وتأليف المدعوين أهم أن يجعل لفقراء مجلسا آخر ويتفرع لهؤلاء، فنهاه الله عن ذلك. قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا اعتدنا للظالمين نارا حاط بهم سرادقها، إلى قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الله سبحانه وتعالى ميز بين الفريقين ونهى رسوله أن يمنع الصحابة الفقراء من الجلوس إليه وإجابة أسئلتهم، وأن يصبر نفسه معهم، يعني يحبس نفسه معهم مع صلحاء الصحابة وفقرائهم، أن يحبس نفسه معه. واصبر نفسك، والصبر هنا معناه الحبس. هذا هو سبب نزول الآية وهذا هو معناها. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بالنسبة للطلاق، إذا كانت المرأة على غير طهارة أي عليها الدورة الشهرية، هل يقع الطلاق؟ والله هذه مسألة خلافية، عليها أن يراجع المحكمة، وإن كان في الرياض فليأتي لدار الإفتاء شخصيا. نعم. يسأل في فقرة أخرى عن الاعتكاف، هل هو خاص برمضان؟ وهل لي أن أعتكف في غير رمضان يوم أو يومين في المسجد لقراءة القرآن والدعاء والذكر؟ الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، مسجد تقام فيه الجماعة سواء في رمضان أو في غير رمضان، فالاعتكاف عبادة مستقل، هو يكون في رمضان وفي غير رمضان، يكون في مدة قصيرة ويكون في مدة طويلة، وفيه أجر عظيم. نعم. هذه السائلة أم إبراهيم تقول: ما رأي الشيخ وما حكم الشرع في نظركم في الصيام عن الميت، حيث أن والدي توفي في 2 من شهر رمضان لمرض ألم به، ونحن أولاده يعني من البارين به، فنريد أن نصوم عنه. إذا كان مات في هذا المرض ولم يتهيأ له القضاء ما أفطر فليس عليه شيء. نعم. يقول: هل قيام الثلث الأخير أفضل مع توضيح الساعة التي نقوم فيها للتهجد في الثلث الأخير من الليل؟ نعم، الثلث الأخير أفضل لقيام الليل لأنه يوافق الأسحار، قال الله جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار، قال تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أي أهل الجنة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذا يصادف آخر الليل ويصادف وقت النزول الإلهي، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟
فهذا الوقت وقت إجابة الدعاء. نعم. يقول بأنني أسمع عن الكفارة، هل الكفارة تختلف من وضع إلى آخر حسب الموضوع؟ الكفارة تختلف، منها كفارة القتل الخطأ، ومنها كفارة الجماع في رمضان الصائم، ومنها كفارة الظهار، ومنها كفارة اليمين. هذه كفارات مختلفة على أسباب مختلفة. نعم. هل يسلم المسلم، يقول السائل، من النفاق وذلك بكثرة ذكره وتسبيحه، وله نصيب وافر من أعمال السر، وما ضابط ذلك؟ على الإنسان أن يخلص عمله لله عز وجل، وأن يخاف ويحذر من الشرك الأكبر والشرك الأصغر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه قال: الرياء. قوم الرجل فيصلي يزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. فالشرك بنوعيه الأكبر والأصغر خطير جدا، لكن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها ويخلد صاحبه في النار. ما الشرك الأصغر فإنه لا يخرج من الملة ولا يحبط الأعمال كلها، وإنما يحبط العمل الذي وقع فيه ولا يخلد صاحبه في النار. نعم. يقول: هل يتعوذ من الشيطان الإنسان إذا تثاءب، استدلالا بالآية: إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله؟ لا، هذا غير وارد، غير مشروع. الاستعاذة عند التثاؤب غير مشروعة، والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أتاه التثاؤب قال إنه من الشيطان، فإذا أتاه التثاؤب فليكظمه ما شاء، يمنعه أولا إن أمكن، فإن غلبه التثاؤب فإنه يضع يده على فمه ولا يفتح فمه، وليس فيه استعاذة من الشيطان. نعم. يقول: في شبابي يا شيخ عندما بلغت كنت متهاون في أداء الصلاة، فكنت أصلي وقت وأترك وقت، والحمد لله من الله علي بالهداية وحافظت عليها في أوقاتها ومع الجماعة، فهل أعيد ما تركت؟ إذا كان ما تركته من الصلوات كثير ثم تبت إلى الله توبة صحيحة، فإن التوبة تكفي، يعني تحافظ على الصلاة في حياتك وأن تتوب إلى الله من ما سبق، تستغفر، وهذا يكفي إن شاء الله. نعم. بعض الآباء يقول يتهاونون بتسمية الأبناء بأسماء غريبة وعجيبة، وعندما يقرون يجدون الحرج، هؤلاء الأطفال قد كبروا فيجدون الحرج بتسميتهم. من حق الولد على الوالد تحسين الاسم، خير الأسماء كما قال صلى الله عليه وسلم: عبد الله وعبد الرحمن. ويتجنب الوالد، يتجنب الأسماء السيئة والتي فيها نقص على الأولاد، فيختار لهم الأسماء الحسنة والأسماء الطيبة، ويتجنب الأسماء الغريبة، ويحرم تسميته عبد كذا وكذا، فلا يعبد إلا لله سبحانه وتعالى، عبد العزة وعبد عبد منات وما أشبه ذلك، أو عبد الحسين أو عبد علي لا يجوز، أو عبد الأمير، كل هذا لا يجوز ويجب تغييره، فيتجنب الأسماء السيئة، وإذا كانت تعبيدا لغير الله يجب تغييرها. نعم. يقول هذا السائل: أنا طالب في الجامعة في الأحساء وأنا من أهل الدمام، هل يجوز لي أن أجمع الظهر والعصر؟ وإذا حضرت إلى الدمام في الساعة 3 عصرا في نفس اليوم؟ إذا كان بين البلدين، بين عامر البلدين 80 كيلو فأكثر خارج البنيان بين البلدين، فله القصر والجمع في الطريق، وله القصر والجمع في مكان العمل إذا كان سيرجع قريبا إلى بلده. أما إذا كان ما بين عامر البلدين، ما بينهم مسافة قصر أقل من 80 كيلو، فلا يقصر ولا يجمع. نعم. يقول السائل: أنا في قرية ووالدتي لها بيت في تلك القرية من الطين، فأسأل عن حكم قتل النمل، فهو يكثر في هذا البيت الطين، فهل يشمل هذا ما يسمى عندنا بالذر وغيرها من الحشرات؟ كل المؤذيات من نمل وغير النمل إذا لم يندفع أذاه إلا بقتله فإنه يقتل، يفعل لأذاه. نعم. يقول: ما الأفضل في كتب التوحيد التي ندرسها في بداية طلبنا للعلم وتنصحون بها؟
كتب التوحيد في هذه البلاد ولله الحمد هي الكتب الصحيحة الموافقة للكتاب والسنة ومذهب أهل السنة والجماعة، وأما الكتب المقررة في غير بلادنا فلا أعلم حقيقتها ولا أتكلم فيها، وأنا لم أرها ولم أقرأها. نعم. يقول: إذا رأى شخص في المنام رؤيا لا يدري هل هي من الرؤى الحسنة أم من الحلم أو هي تحذير من شيء، فما الموقف الشرعي؟ إذا رأى الرؤيا الحسنة التي يسر بها فإنه يفرح بها، وهي من الله سبحانه وتعالى، وهي من عاجل البشرى، أو هي مما يبشر به المؤمن، فهي من المبشرات كما جاء في الحديث. وأما إذا كانت الرؤيا يكرهها وتتضمن شيئا غير مرغوب فإنه يتركها ولا يتحدث فيها ولا يفسرها، يتركها ولا تضر. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى شيئا يكرهه فإنه يغير الجنب الذي هو عليه إلى الجنب الآخر، وأنه يقول: أعوذ بالله من شر ما رأيت، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تضر بإذن الله، ولا يفسرها أيضا. نعم. يقول شيخ: سؤالي يتعلق بالمصافحة في المكتب ومع الزملاء ومع الآخرين، ما ضابطها؟ هل لابد من السلام باليد والتقبيل، وهل السلام فقط جائز؟ السلام والتقبيل، لمن قدم من سفر، وأما المصافحة فهذا ما يختص بمن جاء من سفر، إذا لقيت أخاك فسلم عليه، وإذا صافحته فهذا شيء طيب، وإذا تصافح المؤمنان تحات ذنوبهما كما تحات ورق الشجر كما في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول وتذكر بأنها تزوجت منذ 3 أشهر، ولكن هذا الزوج يذهب مع زملائه بعد خروجه من العمل في الاستراحات، وقد أبلغنا قبل تقدمه للزواج بأنه ملتزم في البيت ومع إخوانه ووالدته، واتضح أنه يسهر في الليالي، وقد حدثته كثيرا، ثم يأتي في الفجر وينام عن صلاة الفجر ويقوم 7 صباحا ويذهب للعمل. سأل الله العافية. هذا رجل سوء، سهره في الاستراحات وأيضا تركه لصلاة الفجر، تركه لحق زوجته، لا لها حق المبيت، يبيت عندها، فهذا مرتكب لأخطأ كثيرة، عليها بمناصحته، فإن تراجع وحسنت حاله فالحمد لله، وإلا فلها حق طلب الفراق منه. نعم. يقول هذا السائل: في مدينتنا يؤذن المؤذن للأذان الثاني قبل طلوع الفجر الصادق بحوالي نصف ساعة، وتقام الصلاة بعد ربع ساعة من الأذان، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ الأذان قبل الفجر لا بأس به لأجل استيقظ الناس، وتقديم الأذان على طلوع الفجر لا بأس به ليستيقظ الناس ويتهيأوا، لكن لا بد أن يؤذن عند طلوع الفجر، لا بد أن يؤذن عند طلوع الفجر حتى يعرف الناس دخول الوقت. الأذان الأول للتهيئة، والدخول الثاني لإخبار الناس بدخول وقت الفجر، فلا يقتصر على الأذان الأول، فإن هناك أذان آخر إما منه وإما من غيره. قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، كان يصلي إذا قيل له أصبحت. فإذا كان الأذان على طلوع الفجر فإقامة الصلاة حسب حالة المصلين، إذا كانوا يحضرون بسرعة يقيم الصلاة، وإذا كانوا يتأخرون فإنه ينتظرهم حتى يحضروا، ولا يكون تأخيرا كثيرا. نعم. يذكر السائل بأنه يعمل في محل تجاري، يقول: نبيع بعض المواد الإلكترونية منها ساعات المساجد، وبعض الأحيان تكون هذه الساعات فيها عطل، فنقوم بإصلاح ذلك العطل فتصبح السلعة كأنها جديدة، فهل يجب علي أن أخبر الزبون بذلك؟ لا، يجب عليك أن تخبر. إذا كانت الساعة فيها إصلاح ولم تبقى على أصلها فلا بد أن تخبره، لأن هذا عيب في الساعة، تخبره بذلك، لأنه يظن أنها لا عيب فيها ولم يجري فيها إصلاح. نعم. تقول السائلة: أم عبد الله، ولدي في 15 من عمره وشقي ومتعب كثيرا لوالديه، دعوت عليه فأصابته الدعوة، فتوقفت الآن وندمت، كيف يتخلص من هذه الدعوة التي أصابته؟ تدعو له بالصلاح والاستقامة والصحة والعافية، والله قريب مجيب. نعم. يقول السائل: أذكار الصلاة في الحائط الذي نستقبله في الصلاة
الصلاة في المسجد، ما حكم تعليق هذه الأذكار؟ الواجب أن المسجد يخلى من المعلقات، لا الأذكار ولا غير الأذكار، ولا يكون فيه إلا المصاحف لتلاوة القرآن، لأن هذه الأذكار المعلقة وهذه الكتابات المسجد مما يشغل المصلين، هذا هو الواجب. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة أم إبراهيم: لدينا دورية ونحن في الجوال عملنا مجموعة لتعاهد كتاب الله وبث روح تنافس فيما بيننا وعدم هجر القرآن، بأن تكون هذه المجموعة كل شخص منهم يقرأ جزء ونتراسل فيما بيننا، ما رأي الشيخ في ذلك؟ الذي ورد عن السلف أنهم يجلسون لمكان واحد ويتدارسون القرآن، قال صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلونه يتدارسونه بينهم لنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يجتمعون لتلاوة القرآن مكان واحد، مجلس واحد. أما المراسلات هذه لا أرى أنها مناسبة. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. شكرا لزميلي الذي سجل هذه الحلقة، زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.